السلام عليكم خوات سحرية ديالي بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. ملي تشوفوني نلبس هاد النضره هادي صراحه كتجيني خفيفه، عرفوني نهار ديال الروتين والشقه والتماره في الدار. اول حاجه اخوتي شكرا على ديك الناس الزوينه اللي كتخلي لي التعاليق مره اخرى، ديما كنشكركم، شكرا بزاف على البصيمه، وشكرا للناس اللي كتكرم وكتعمل لي ابوني. بلاتي دابا غتشاطلي اللي كتكرم عليا اخوتي وكتعمل لي ابوني، ما كتبخلش عليا بابوني ديالها. كنعاود لكم عافاكم اشتركوا عندي في القناه، محتاجه يعني نطلع هذه القناه. وخوتي كما كتشوفوا يعني جبرتوني غادي نرد الغداء على الجمار. شوفوا فين كنشعل انا هاد البوطانو، اصلا غادي نبدلو عليها، كان صافي ما بقيتش كنديها فيه، كنغسلو داكشي، ولكن يعني يعني ما بقيتش كنحتال عليه داكشي، غادي نبدلو ان شاء الله يا ربي. غادي نطلعو الجبل نزلو وغادي نجيب الاخر. المهم اخوتي كما كتشوفوا هكذا كنشعل انا الفحم ديالي ضاغي، كنشعل ما كنبقاش نعذب براسي نفخ عليه، هي ما تنفخ هكذا خوتي. وغادي نبدل الكينات هذه خوتي، هاد الفحم عندي باقي لي العيد الكبير، يعني ما كنعكز نشعل المجمر، والله الا شريت الشكاره الكبيره باقا لي. نبدا لي الطنجره طيب وندوز نخمل داري، وغادي نخمل الصالون، نصبلو التليمبات ديالو، نشبر ديك الخمول مع بعضو كما كتعرفوا يعني الخدمه وداكشي، يعني بشويه بشويه. دابا غادي نخمل الصالون ونجمع له داكشي، المهم غادي نخمل بشويه، المهم كنصبن وكننزل. ديك النهار ما شاركتش معكم الروتين، صبنت 10 الملاطي ونزلتهم حيدتهم، دابا غنصبن التليمبات والمخدات ونحيدهم ونشوف واش ولا قدرت نصبن حتى الزرابي اللومة. المهم انتم معايا، هانتوما خوتي، هانتوما على روينا، هادو الملاطي عندي كلشي مصبن، هادشي هذا كامل اخوتي مصبن، وخصني نجمع التليمطات ونخول المخايد، يعني هادشي هذا كامل خصو يتنقى. الزربيه اخوتي خصها تصبن، وكنزيد نضيع الوقت اخوتي يعني بالتصبيب بالتصوير. المهم اخوتي هانتوما معايا، ايوا بسم الله على بركة الله، نبداو نزغلو الشعوات. غادي نقول لكم اخوتي الخمول في غير تمره، ولكن صراحه ملي كيخمل الانسان ويسالي كيحس اخوتي بواحد الراحه، واحد الراحه والله العظيم ما كتصورش. غادي نصبنو اخوتي كلشي، غادي نصبنو غادي نقي الدنيا مزيان اخوتي. خليها نزل فيها الخيط ها الاخر، عاد كنحيدو باش نجبد الزربيه خوتي. صراحه الخمول خصو المعاونه، خصنا نتعاونوا اخوتي مع بعضياتنا باش نخملوا، ولكن الحمد لله انا ما عنديش شي، كانت عندي غير شي اختي، هانتوما اخوتي غادي نستفهم هنايا، كانت عندي غير شي اخت ديالي غادي تكون كتعاونني وانا كنعاونها، ولكن للاسف ما عندي شي اختي. والو خليه ما يدك، انا كاينش غادي تعمل. هانتوما خوتي شتو ديك الميكا قداش لي طلعت الجبل هاد يومين، شو هادي عاود قداش، هادي كاملة بحوايج اخوتي غير الشتا، غير الحوايج هانتوما سخونين الشتوى، ها الحوايج غلاضي، هادي كاملة غادي نطلعها عاود للجبل نستفى في الماريو، ايوا نخفف عليا ما جبرت حتى فين عملة الضيق اخوتي نتوما كتعرفو. خوتي جمعت المخدات هنايا، ها نتوما خاويه شوفوا اميره دخلت في هذه الحفره. جمعت هادشي باقي لي هنايا شي دخل نجمعهم. دابا اخوتي غادي ندي هادو اللابادور يتصبنوا اخوتي، غادي نديهم نبدا نصبن شويه بشويه ونطلع ننشرهم في السطح. هذه اللي كتفكني صراحه دغيا كتصبن لي كبيره كتزلي بزاف.
هانتوما شوفوا اميره ضروري كطيح تما شي حاجه. هانتينا شنو جبدات من تما تصاور. تحيه للمشاهدين. سلام كنتم على بعد بخا صحه لاباس منك كل ما تنساش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا الجرس وتشتركوا في القناة كاملين. نزيدوا شي مخدات باقي لابادورة قادرة تهز ونتقل لها شي باش يتصبنوا خوتي مزيان. انتم اخوتي نتلاقاو في النشال ان شاء الله يا ربي. هي شوفوا شحال عندي هنايا مطويه، يعني انا الدار عندي في الجبل كبيره، شفتوا شحال مطويه هنايا طوياها باش تساعد لي هنايا، يعني عندي الصاله في الجبل كتهز ثلاثه الطبالي من هادو، ثلاثه الطبالي كتهز كبيره عندي الصاله. وملي هوت كريت في الدار هذه ما قدتنيش الزربيه، قلت علاش ما نطويهاش، شبرت وطويت اخوتي هيدا ونزلت عليها القاتري مطويه عندي. دابا اخوتي جيها هذه نقيه شفتو، وجيها هذه تشوف كيف رجعت مسكينه. دابا اخوتي غادي نجمعها باش نصبنا ان شاء الله يا ربي، نضربوا لها شي تصبينه فاعله تركه اخوتي. هاد الكتاره هادو عدلتهم كنت علي على اليد صحاحين، اللوح ديالهم تبارك الله صحاحين، ولكن تغشيت فيهم، ندمت اخوتي اللي عدلت هاد الزواقه هادي، تقشرت لي اخوتي كما كتشوفوا شتي. ما دابا كيقول لي عقلي نحيده مره، دابا اخوتي كنفكر جبرتوني كنفكر، وقولوا لي في التعاليق واش يعني مزيانه الفكره اللي عندي ولا لا. غادي نديهم اخوتي للنجار ان شاء الله يا ربي، ماشي دابا من بعد غادي نديهم اخوتي للنجار، وغادي نقول له يبدل لي الصباغه، يعمل لي الذهبي ويحيد لي هاد النقشه هادي، يا يخليهم لي حسبيين يا يعمل لي شي حاجه اخرى. المهم هاد النقشه هادي ما نشوفهاش في هاد الكتاره صراحه، ندمت اخوتي عليها. هي زعما الصراحه ملي كنت عملتها كانوا يجاو كيحمقوا، عطاو المنظر عطاو الديكور، ولكن اخوتي ملي كتقشر ملي كتقشر صافي ما يعني طلعت لي فراسي وكرهتها، يعني غادي نبدلها. المهم نتوما قولوا لي الراي ديالكم، واش نرد النقشه ولا نزول النقشه ونقول لي يبدل لي الديكور الصباغه، ندير نعمل لهم الذهبي. يعني كان عندي الكحل طبالي في الكحل وكدار حتى ما عملتهم كحل وداكشي، يعني كانت الموضه الكحل. ايوا خوتي نصحوني نتوما باش كتنصحوني، وما عندي صحاحين معدلين على اليد زعما. المهم اخوتي ساليت الصبن ديالي، ساليت الروتين اليومي ديالي، وهانتوما كلشي مصبن كلشي نقي كلشي غزال. خليكم تشوفوا مزيان اخوتي، عاد غادي نطلع نجمعو، كاين شويه ديال الريح تشوفوا صافي، غير ما يطيحهم ليش اخوتي الريح ما نقدرش نفتح عيني في القيطه. المهم اخوتي قيلة 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 نطلع معكم السطح فوقاني كيعجبني اخوتي نطلع له. الله هما غادي نبرد الغدايد في هاد الزربيه، هانتا بالليخيه كامله تيديو الليخيه. ايوا دابا غادي نحكها قنت بقنت وانا ماشيه معاه.
صبنت حتى هادي طلع عندي هادي العيد العيد ويلي قوت عيط ودوختني القايده حتى ما بقيتش نعرف نهضر. هادي عندي البيض الكلاص دابا غادي نطويها خوتي غرش لها صوابي سانتي باش يبقى تبقى فيه الريحه وغادي نطويها ونعملها تقطر مع هادي. هادي صافي بدات كتقطر بقى لي غير النشره ايوا صافي حنا سالينا.